يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. صفات بلدنا ونقرا تاريخ وكفاحه، في فضيلة نشوف عفافه في الملاوي بالنجاح. دونكي دونكي وحلة حلة والرواية تزيد فصولة، فيها خيرنا وطيب تهلا ولمحة من روح البلولة. لكن أول مرة أشوفه شخصيا، ما شاء الله والله، والله ما شاء الله. يعني قشرة سمحة؟ لا ما في كلام والله، ما في كلام، تب استغفر الله العظيم، ما في كلام والله. أنت عارف أفضيل؟ أنا قلت لازم أمشي المناسبة دي، أيوة وأكون الله. ما شاء الله عاد فضيلة مرة فضيل، لازم تكون تسوي كدي. ما هي سوي كدي إلا تكون في مناسبة، لكن لما تكون قاعد البيت بيسوي كدي، كدي كدي، ليه شوت حايمة في البيت؟ نسوان ما يكسر الا طلعت في مناسبه يا اخي معقوله؟ هل ما بقولوا فضيله مرض فضيل عاد يقولوا منو؟ بعدين البلد ذاته في حاله حرب، الحفلات والاعراس لجن يعني. والله تقول شنو افضل، انا عاد عزموني. لا عزموك لازم تمشي، بعدين الرئيس صاحبنا انا ذاتي بعدين بجي العقد ان شاء الله. خلاص بنتظرك. لا انا ما تنتظريني، هذا كله زين بطريقته. انا ماشي مع الجماعه من هنا واجر لها حافل. انت مشي قريب لك طرحاله وقمارقه بس. يلا انا مشيت. ايه طرده؟ ها؟ اخبار الخرطوم شنو والحرب؟ بس خلاص وضحتك الله. الله يبارك فيك. لا ما عندي حاجة برجعك. خلاص ممكن يشيل تلفونك؟ جدا. خلاص اديني الرقم. 09 ايوه مرحبا يا دكتور. كيف الحال يا اخي؟ يا جقود انت دايما مستعجل كده، مالك يا اخي؟ كيف اخبارك وصحتك؟ كيف ان شاء الله كويس؟ والله قلنا مشتاقين نشوفك، وبعدين عندنا مشاكل كثيره في الحي. قلنا مشتاقين دغري، قلنا مشتاقين. الله يرحمه ويغفر له يا اخي. والله يا دكتور لسه يا شباب ما شاء الله، الحمد لله، الله يبارك فيك. لا لسه شباب، احنا ممكن يعني نشيل الحجر نتايل كسلو. خطير خطير خطير. يلا شباب ما تشوفوا احد بالمناسبه. لا عادي عادي هاي. بقول شنو يا دكتور؟ تفضل. انا جايك وعندنا والله في الحي البغادي ده ناس، بس الحمد لله ربنا يشفيهم. لا 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 يعني بالمناسبه الشيء الحاصل في البلد بيدخل الناس مرات في نفسيات، في احاسيس كده غريبه ممكن تظهر في شكل امراض، حميات، حبوب، اي حاجه ممكن تحصل يعني، فالناس ما تخاف يعني. ابشر ابشر، طالما انتم موجودين يا دكتور. ايوه بعد الله سبحانه وتعالى ما في عوجه. ايوه ان شاء الله. بس انا جايك في موضوع والله بصراحه يا دكتور. داير رز؟ لا لا. عدس؟ لا لا. ما طبعا اللي همدي الناس بتدي بعض الحاجات زي دي. التكافل ما سمع كمان. صح صح والله. ايوه ايوه ايوه. موضوعك شنو؟ موضوعي ده اللي قاعده. قاعده. القاعده جاهزه كالعاده، اتفضل.
دايما جاهز يا دكتور. انا جاهز الله كيف. اتفضل اتفضل يلا اتفضل. والله مشتاقين. يا سلام يا سلام دكتور. الو اي نعم. والله ما اعرف اقول لك شنو. انا من الصباح ما اشتغلت اي حاجه يا دوب لقيت لي مشوار. اي لا انا حاشيل المشوار ده وطوال على السوق اجيب لكم حاجات شنو هاي حاجيب لكم عيش وسلطه. والله انا لسه من الصباح ما فطرت. والله ما فطرت خلاص جدا. اديني لو ايوه ابو حميد يا ابو حبيبه ان شاء الله تمام. اها لا لا حسن بابا جاي اجيبكم حسن. داير شنو؟ حاضر اجيب لك معايا الباستا. حاضر كويس. وين اخوك مصدق؟ ايوه اديني لو اديني لو. وين يا ددي؟ وين حبيبه حبيب بابا؟ هاي انا في الشغل. ها لا لا بجيك حس يا حبيبه. جاي جدا اجيب لك الحلاوه. خلاص اديني ماما يلا جدا يا حبيبه. هاي خلاص ما في مشكله نزل المشوار ده يجيكم طوالي خير ان شاء الله. الله يكرمك. انا ما لقيت بدري يعني حنقعد نحضر شنو تاني ما خلاص العقد وحضرنا بعدين يوم الحرب دي الناس المفروض تختصر الحاجات يعني ينتهي الفرح بانتهاء مراسم العقد. والله افضل كلامك صح. هاي والله افضل. تعال نحكي لك اللي حصل لي جنس موظف يقطع القلب. خير يا زول شنو الو السلام عليكم. انا بتاع التاكسي وديتك مشوار قبل شويه. انت نسيتي غويشتين عندي. غويش شنو؟ بني ما حقاتي. هاي قلت لك ما حقاتي. حقاتي كيفي البوليس يا زول. بوليس شنو توديني لو بوليس شنو تجيب بوليس شنو؟ هاي لا سواق التاكسي. أي يا هو لا هو يبي يا غازون. سلامات ان شاء الله طيب عقابك طيب. لا لا اسمعني انت اسمعني. شفت شلت هذاك بيل وجبتها جيب لي تعال انا رايح هنا. هاي هاي بس ما نزلت هذا تعال لي تعال انت تعال هذول بنتفاهم هذول حرمتي. هاي يا اخي تعال هاي خلاص راجلك بنحسن مع الامور ان شاء الله. خلاص عديلة عديلة تب. والله يا دكتور روحك حلوة دايما انت. ما لازم نحن نزرع الفرحه في نفسنا وفي حولنا يعني. اي صح ما الكآبة ما لا داعي يعني. والله حقيقة. اي أيوة والله. لكن الموضوع جايك فيه يا دكتور. عندنا والله حالات صعبة ومستحصية. المشكلة في الدواء يا دكتور يجيبوه من وين ما معروف. والله طبعا الظروف الحاصلة في البلد في صيدليات كثيرة قفلت. في صيدليات يعني خوفا على ما فيها من أدوية. أي أصحاب شالوا الأدوية.
يعني ده السؤال لأنه في ناس بتنهب ما بعرفوا دواء ما بعرفوا أكل ما بعرفوا إيش يعني. على العموم يعني أنا على علم تام إنه في إشكال بتاع أدوية والحلة زي ما شايف والناس كلها بالليل من بعد العشاء الحلة كلها تقحقح بالإضافة للأدوية ما في الناس ذات قروش ما في أنت عارف لو دار بنادول ما بتلين فيه لأن الناس ذات عيانة وتعبانة من سوء التغذية يعني الناس جعانة ومرضت وتعبانة فنحن دارنا عارج الموضوع ده دكتور يعني تو سيدة العارفين يعني والله أنا أقول لك كلام الموضوع ده تعرف داير رجال الأعمال يتدخلوا وستات الأعمال يتدخلوا وأي زول عنده قروش أو لحق شال قروشه معاه يقيف الناس ممكن تجمع مع بعض تجمع قروشه القروش دي عملوا بيها حاجات يجيبوا بيها دواء يجيبوا بيها علاجات يشوفوا الفقير التعبان ده يدي ده وده يدي ده وده يدي ده وأقول لك كلام أيوة أقول نحن ممكن نبدأ المشروع ده مع فضيل فضيل ممكن يدعم بدعاي والله في ذا الرجل مسخي وما شاء الله مقتدر ايوه وده ممكن نبتدي به طوال اي ممكن يدعمنا يعني اسي اقول لك كلام اضرب على الحديد وهو سخن جدا نمشي له ستيل ناو ما في عوجه راح قوم خلي المود قبلين دار اشرب لي مويه عشان نتوكل على الضيف على بركه الله يلا على الضيف راح دي غوايشكم الله يبارك الله فيك يا اخي جزاك الله خير لكن يعني فضيلة دي يعني والله كان قصيدة شريف وهنا ما سمعت المكالمة دي مي دايرة الصنط لكن هي معاك عشان قال المكالمة صوتك قالت كان عالي سمعت المكالمة وعرفت الظريف وحبت تساعدك الله يجزيها خير لكن الحالة مستورة والحمد لله الحمد لله والله والله الحمد لله لكن اقول لك كلام هذول نعم نص شغل التاكسي دمو جايب حقها والله يا اخي مره فيه ومره ما فيه خلاص انا عندي لك شغله ثانيه كويس انا طبعا وضعت الحمد لله مركتها كلها كويس وفتحت لي دكان هنا كويس رايك شنو تجي تظبط لي الحسابات من الصباح يعني كذا لحد الساعه 4 بعدك اشتغل فوق عربيتك انت جادي هاي الله يكرمك الله يبارك فيك هاي برضو زياده الدخل ليك يا والله نحن في الخدمه والله السلام عليكم وعليكم السلام يا اخوانك حاله طيب الحمد لله شفناك مضيوف عليكم السلام دكتور عبد الرحمن ده دكتور عبد الرحمن وده جاكون جارنا معقوله تفضل معقوله شنو بروف سعيد دكتور عبد الرحمن كيفك يا بروف كيف اخبارك هذا هو ده هو بروف من هذا اللي سواق التاكسي ازيك يا بروف الأخبار. ان شاء الله طيب هاي ما ده بروف اللي كنت بحكي لكم عنه والله ما شاء الله زيك يا بروف ان شاء الله كويس الله يبارك فيك ما شاء الله والله هاتي كلنا في سيرتك وحلال والله رحمن بروف من اخوان ده سواق التاكسي جاب فضيله كيف الكلام ده يا زول ده بروف سعيد معروف في اوروبا عنده كتب وعنده ابحاث الدنيا دي كلها عارفها ليه يا اخي ايوه معروف حاجه كبيره جدا جدا يا زول ايوه معليش يا بروفيسور والله ما بعرف انضج على قال ولا يهمك الحصه شنو هذا دخل التاكسي انت دول برافسور الحرب ها الحرب شردتنا من بيوتنا دمرتنا فعلا حربتنا تعرف انا الحرب دي ما مرت لنا بشيء غير عربيتي بلقت بها دقمه عيش لاولادي عشان يقدروا يقاوموا الحياه الحرب لعينا 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 يا فضيل والله الحرب ما فيها خير لكن نسوي جناعك انفرضت علينا فرض اي أيوة والله حقيقي الحمد لله احنا زي والله جاهزين بروفيسور زول عارف ليه كذي ما المفروض يعمل حركه زي دي يعني والله ظروفه تبقى كذي عارفك ما بتقصر لكن كمان والله عاجباني قعدتك معانا دي يعني بعد علمك الكثير ده ومعروف للدنيا والعالمين دي كله برضه قعدت معانا يعني وصبرتها والله جزاك الله خير ومش وين؟ ها؟ امش وين؟ ما زيك ده مش العلم النبطي شوفوا برا ما في بلد في الدنيا دي بتبقى زي بلدك ايوه صح ما في ارض بتبقى لك وطن غير وطنك هذا شوف كلام السمع ده علم دي بلدنا في ضيف؟ نعم يعني في البارده اقعد وفي الحاره اهرب؟ يا سلام يا سلام يا سلام والله 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 فعلا برافسور والله والله برافسور فعلا عشان كذا يا اخواننا الحكومه نعم في حاله حرب لكن المفروض الحكومه تتحسس العلماء والادباء بتاعين البلد دي لانه ديل المحتاجينهم في الفتره الجايه
يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. يلا احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. نلقى فيها صفات بلدنا ونقرا تاريخه وكفاحه، في فضيلة نشوف عفافه في الملاوي بالنجاحه. دونكي دونكي وحلة حلة والرواية تزيد فصولة، فيها خيرنا وطيب تهلا ولمحة من روح البلولة. من بوادينا الجميلة ومن بيوت الخير ملانا.